وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا تمرات يا زول تمرات نخار تسقسات الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد الأخت كتسول أرتيني بأن الزوجنس يفرض في اللاس باش تلبس النقاب، باش تلبس النقاب علاش؟ لأن أهل القرية العادة نسنا كل سنة تمارين نسنا بزاف النقاب. يعني نعم، يعني أرت دلتو من الصافي صافي، هذا هو النقاب عندهم. وهاد الأختاد بحكم أنها أرتزغ نتات دايت دارس نورجازنس، سيت ماس نورجازنس، أردي سنت نسلام عادي. أردي كيفاش يعني تلبس النقاب؟ غتبقى تلبسو في غير في الزنقة بيه معنا؟ كيفاش هاد طمغرت إني سورجازنس غير الصغار غزنقت، ولا إني ملي ختكش مستقمي أرتي ورديت ماس نورجازنس، أردي سنت شتار، دي سنت سار، دي سنت نسلام، شنو معنى هذا؟ والاخت نكزن انا مازال ما مقتنعش الا ما بغيت ندير غوري خاتسكر الشروط الحجابات كله، لا داعي تسكر غير الزنقه. هو كلا الزوجين على طرفي نقيض، كل شيء الا انت غبي في الشرقيه انت تلا غبي في الغربيه، حتى نقيت سنوري وريسكير الشروط الحجاب. كيفاش شروط الحجاب؟ انت ارتم الله صورت لا تسكر النقاب يبان الحساب، يعني الناس سي خصها تسكر، سي خصها تسكر اخف ضرر. ولكن حتى انت خصك دي سي تعاون باش يخلك يختك شمس تقمي وتنسلم دي تماس. ما الداعي؟ ما يعني ما الضرورة؟ يعني ما الحاجة باش تنسلم دي تماس نورجازنس؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ريتني إياكم الدخول على النساء، إنك الرسول صلى الله عليه وسلم في المغارين إني سيني يا رسول الله ليس الحم إني سو والحم، الحم شنو هو؟ أقارب الزوج. يمكن أنني يعني باش تفهم مزيان قماش نورغاز اني الزندي غاسي اني تحت قما وريك شنو في مغارتينو ولا نكاش شنو في مغارتنا هما. اني الرسول صلى الله عليه وسلم الموت بمعنى احذر اخاك كما تحذر من الموت، احذر من اخيك او احذر اخاك كما تحذر من موت المتوقع، بمعنى انت بزاف يشقى. ايوا كيفاش الاخ الكريم اني في كيس ربي القوامه، في كيس ربي الامر وفوسنس يبز في تمغارت باش تسكر النقاب غير 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 الزنقة، ولا يني تيقمي حيد كي ساتا بزاف يشقن تقمي يغنرا انسس القاضية غير الميزان اتي تيقما بزاف ترى تمغارت النقاب س المسائل ما حتى لا ديت ما سخت قمي ما مكارات لست تمغارت الحوايج نتقمي البيجامة نتقمي ما مكارات سكر خت قمي ما الحالة غراتي اللي خت قمي حتى انت تنايسو هو راه خص بزاف بدات نقدم بدات نقدم اش هو كدار كنص الزوج درس النص للمخالفه الشرعيه تمغر درس النص للمخالفه الشرعيه للمخالفه كامله. كيفاش لبس يعني النقاب غارغ برا باش يكون مدنا هي تمغر فلان وراك تسكر النقاب على عيون الناس؟ لا، حجاب لي حجاب عباده فريضه شرعيه وعباده ايمانيه. تماتي غير تسكر النقاب خصها تسكر طاعة لله وطاعة لرسوله باش تفلسي فرض حتى انت خصك يكون مازال ما مقتنعة شكون الشيطان راه يزيدك من البابات يقال فلس الواجب تسكر النقاب نس تسكر الحجاب نس يقال الواجب حتى انت فورغازي خصها ينقي المسائل نس إذا كنا مدنمون نخس قمي ضروري مون في المعيشة شكون مدنا يكاد المعيشة تنسمون ماشي الدين حتى غرض بدون رضا بدو الدين وشو رضا يبطو الدين ورضا يبطو الدين يخاكم انا قرن مد مثلا قانيت مات موني البيع وشراء الفيلة حد المعيشت وريع يبغون شكان ولكن كي قد تاني لغير احترام انس مثلا كي قد تانس البيت انس كي قد تانس سلي احترام انس يعني الكوزي نخصص تولي لكم الانسان عيسلا لها النقمس ده السنوري اللي قمس خصي قمينا دو القيس بباس والقيس مماس يخصو ليك الشمس الكوزينا ولا ليك الشمس تقمك كل شيء يغنرا عن يسوني انس المعقول ويغرك كان نتلوحة أليمة غير كوتنا تيبا للقضية والله أعلم.